السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، مر معنا في الدرس السابق أن ذكرنا عددا من أشراط الساعة الصغرى، فذكرنا العلامة العاشرة وهي ادعاء النبوة، ذكرنا العلامة الحادية عشر وهي انتشار الأمن، وكذلك العلامة الثانية عشر ظهور نار الحجاز التي كانت في السنة 654 من الهجرة، وذكرنا كذلك العلامة الثالثة عشر وهي ضياع الأمانة، ثم العلامة الرابعة عشر قبض العلم وظهور الجهل، وذكرنا العلامة السادسة عشر وهي كثرة أهل الظلم وأعوانهم. وسنتطرق أيها الإخوة في هذا الدرس أيضا إلى عدد من علامات الساعة الصغرى مع شيء من التنبيهات حيالها. فالعلامة السادسة عشرة من العلامات الصغرى للساعة انتشار الزنا، والعلامة السابعة عشرة شرب الخمر وظهور ذلك، والعلامة الثامنة عشرة ظهور المعازف وكثرتها واستحلال هذه الثلاثة، استحلال الزنا وكذلك استحلال شرب الخمر وكذلك استحلال المعازف. فهذه ثلاث علامات من علامات الساعة الصغرى. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وجاء أيضا عند البخاري من حديث أبي مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحرى أي الفرج، واستحلاله من علامات الساعة، وكذلك استحلال الخمر وكذلك استحلال المعازف، بل إن بعض هذه الأمور سميت بغير اسمها كالخمر، فأصبحت في هذه الأزمنة تسمى مثلا مشروبات روحية ونحو ذلك، وهذا كله دليل استباحتها واستحلالها، كمن يستحل الرشوة باسم الهدية أو الإكرامية أو نحو ذلك. وهذه العلامة أو هذه العلامات الثلاث، فشو الزنا وكثرة شرب الخمر وظهور المعازف واستحلال هذه الأمور الثلاثة، قد ظهرت جلية في هذا العصر وفي عصور سابقة أيضا، فقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أن في زمانه قد ظهرت هذه العلامات، فكيف بزماننا؟ ومما يدل على أن هذه الأمور الثلاثة تظهر وتفشو بين الناس، بل تظهر بصورة بشعة، ما جاء عند أبي يعلى بسند رجاله رجال الصحيح، كما قال الهيثمي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط. وهذا دليل على أن الزنا يظهر ويفشو بين الناس وينتشر حتى بأقبح صورة، مثل الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العلامات الثلاثة قد ظهرت ولا تزال تظهر وتتكرر وتعظم حتى يظهر الأمر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ظهر والله المستعان في بعض البلدان. العلامة التاسعة عشرة انتشار الربا، فإن من علامات الساعة
أن ينتشر الربا ويظهر. فعند الطبراني بسند رواته رواة الصحيح كما قال المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا. وجاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، أمن حلال أم من حرام. وعندئذ يظهر الربا ويكثر بين الناس. وهذا الأمر واضح وجلي، ولا تسأل عن كثرة الربا عند الفقراء بقدر ما تسأل عن كثرته عند الأغنياء، لأن المال فتنة، وإذا وقع الإنسان في هذه الفتنة لم يبالي بعد ذلك بما أخذ المال أمن حرام أم من حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وحسنه وصححه: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. فإذا كانت هذه الأمة فتنتها في المال فإن انغماس الناس فيه يجرهم بلا ريب إلى الوقوع في الربا وإلى اكتساب المال من الأوجه المحرمة. العلامة 20 من علامات الساعة الصغرى زخرفة المساجد والتباهي بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند النسائي من حديث أنس رضي الله عنه: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وجاء عند أحمد بسند صححه الألباني رحمه الله تعالى وصحح أيضا الحديث السابق عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس في المساجد. والتباهي في المساجد يكون أولا بزخرفتها، فيزخرفون المساجد ثم يتباهون بها، وهذا الأمر من علامات الساعة. وإن كنتم تذكرون أننا قد ذكرنا في الدرس الأول أن كون الشيء من علامات الساعة لا يأخذ بحكم اللزوم حرمة ذلك الشيء أو أن ذلك الشيء حلال، فقد يكون ذلك الشيء من علامات الساعة ويكون حراما كانتشار الزنا، وقد يكون ذلك الشيء من علامات الساعة ويكون حلالا كبعض تفسيرات قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها من كثرة اتخاذ الجواري واستيلاد الإماء، وهذا أمر مباح، ومع ذلك كان من أشراط الساعة. فهل زخرفة المساجد محرمة أو غير محرمة؟ جاء عن الصحابة رضي الله عنهم بعض الآثار في هذا الشأن يوضح لنا مضمونها حكم زخرفة المساجد. فمن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أنه قال: قال أنس، والبخاري رحمه الله تعالى قد ذكر هذا الأثر على التعليق بصيغة الجزم مما يعني أن هذا الأثر صحيح، قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. ثم قال البخاري: فالتباهي بها العناية بزخرفتها. وقد قال ابن عباس رحمه الله تعالى أيضا، وقد ذكر هذا البخاري هذا الأثر على صيغة الجزم، قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وجاء هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه بعد أن نقل للناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، أي بزخرفتها وتزيينها. هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن المحرم في زخرفة المساجد أن نزخرف شكلها وظاهرها دون العناية بالعبادة فيها وبإحيائها، الإحياء الشرعي، أقصد إحياء الشرع، إحياء المساجد، عمارتها، عمارتها بالطاعة والعبادة والصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن فيها والتعلم والتعليم وهكذا. فإن المقصود من عمارة المساجد الحسية عمارتها بالعبادات والطاعات، أليس كذلك؟ فيكون المنهي عنه زخرفة المساجد الزخرفة التي تظهر العناية بها في الشكل والظاهر وتذهب العناية بها في العبادة والطاعة.
هذا هو المنهي عنه. كذلك أيضا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حينما أمر بتجديد المسجد النبوي أمر البناء فقال له أكن الناس من البرد، أكن الناس من البرد ولا تصفر ولا تحمر فتفتن الناس، ولا تصفر ولا تحمر فتفتن الناس. إذن يكون أيضا من الزخرفة المحرمة زخرفة المساجد بالطريقة التي تفتن الناس، زخرفة المساجد بالطريقة التي تفتن الناس. وأيضا في أثر ابن عباس رضي الله عنه حينما قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، تنبيه على أن المحرم في زخرفة المساجد الزخرفة التي تشبه زخرفة اليهود والنصارى. فيكون المحرم ثلاثة أمور: العناية بالزخرفة الظاهرة دون العناية بعبادتها وعمارتها بالطاعة، العناية بزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى معابدهم هذا أيضا محرم، والأمر الثالث الزخرفة التي تفتن الناس وتشغلهم عن العبادة والطاعة، وهذا أمر حاصل وظاهر والله المستعان، وهذه العلامة من علامات الساعة قد ظهرت. فتجد الناس الآن يزخرفون المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى معابدهم، أليس كذلك؟ وتجد الناس أيضا يزخرفون المساجد الزخرفة التي تشغل الناس وتفتنهم عن عبادتهم وعن طاعتهم وعن الصلاة، وتجد الناس أيضا يزخرفون المساجد فيعتنون بها ظاهرا دون العناية بالعبادة فيها والطاعة والصلاة والاعتكاف والتعلم والتعليم وقراءة القرآن وغير ذلك. هذه الأمور في الزخرفة محرمة. وأما إذا كانت الزخرفة زخرفة يسيرة تزين المسجد دون أن تفتن الناس ودون أن يكون المزخرف متباهياً بمسجده هذا أمام الناس أو على مساجد أخرى، ودون أن تكون هذه الزخرفة مشغلة للناس عن صلاتهم أو نحو ذلك، أو تكون هذه الزخرفة فيها شبه باليهود والنصارى، فإن هذه الزخرفة اليسيرة جائزة ولا بأس بها، ولا بأس بها. والمهم أن تعرف أن زخرفة المساجد والتباهي بها من علامات الساعة، وقد ظهرت ووقعت في هذا الزمان وفي الأزمنة السابقة، فإن الملوك والسلاطين كانوا يزخرفون المساجد ويعتنون بذلك أشد العناية، بل ويتباهون بها. العلامة 21 من علامات الساعة الصغرى كثرة القتل. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وجاء في المسند أن المراد بهذا القتل قتل بعضكم البعض، حينما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إننا نقتل في العام الواحد 70,000، فقال: ليس ذلك، وإنما قتل بعضكم البعض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكون متى؟ عندما ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويحسب أكثرهم أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، فيكثر القتل. بل جاء في صحيح مسلم أنه حينئذ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، مما يدل على عظم الفتنة في ذلك الزمان والله المستعان. وجاء أيضا عند الحاكم أن هذا القتل في نتيجته رحمة لهذه الأمة، في نتيجته رحمة لهذه الأمة، وليس ذات الأمر هو رحمة، وإنما نتيجة ذلك الأمر أنه رحمة، لأن هذه الأمة أمة مرحومة كما جاء عند الحاكم، جعل بلاؤها وحسابها في الدنيا عن الآخرة. فما يكون في ذلك الزمان من القتل قد يكون كفارة لأهل ذلك الزمان عن الحساب الأخروي، وهذا جاء كما ذكرت لكم في الحديث عند الحاكم وصححه رحمه الله تعالى وغفر له. العلامة 22 من علامات الساعة تقارب الزمان. ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وفي الترمذي والمسند بسند صحيح عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث عدة معاني، فمن ذلك أن قالوا أن المراد بتقارب الزمان قلة البركة في ذلك الزمان، فيعمل الإنسان العمل اليسير في الوقت الكثير،
وهذا يدل على تقارب الزمان. وقيل أن المراد بذلك ما يكون في زمان المهدي وعيسى صلى الله عليه وسلم من رغد العيش والاستلذاذ به، فإن الناس يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت، وتطول عليهم مدة الشدة وإن قصرت، فكان هذا هو المقصود بتقارب الزمان. هذا القول الثاني. القول الثالث أن المراد بتقارب الزمان تقارب أحوال أهله في قلة الدين، وقد ذكرنا لكم سابقا أن من علامات الساعة ظهور الجهل وقبض العلم، فحينئذ يكثر الفسق، حينئذ يكثر الفسق فيتقارب أحوال أهل الزمان، وهذا هو المراد بتقارب الزمان. وقد ذكر هذه الثلاثة ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. المعنى الرابع تقارب الزمان بسبب توافر وسائل الاتصال والمراكب الحديثة، فإن هذه الأمور قد قربت الزمان، وقد ذكر ذلك العلامة حمود السويجي رحمه الله تعالى في كتابه إتحاف الجماعة. وهذه الأمور الأربعة كلها أمور معنوية. ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن تقارب الزمان سيكون حسيا وليس معنويا، بمعنى أن الزمان سيقصر وسيكون سريعا جدا على الحقيقة. متى يكون ذلك؟ يكون إذا خرج الدجال وكان عنده يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، أليس كذلك؟ قالوا أن ذلك سيكون سبب لاختلال العالم والوقت، ثم بعد ذلك تقصر الأيام قصرا شديدا وتكون سريعة على الحقيقة. فهذا الأمر، الأمر الخامس، أمر حسي، وهذا مما ذكره أهل العلم رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث. فهذا الأمر أمر حسي ولم يقع بعد، والأمور الأربعة الأخرى أمور معنوية وهي وقعت وظهرت إن كانت هي المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة والعشرون الأخيرة في هذا الدرس تقارب الأسواق. فقد جاء في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. وقد ذكر العلامة حمود السويجي رحمه الله تعالى في كتابه إتحاف الجماعة أن هذه العلامة وقعت في زماننا هذا على ثلاثة أوجه. أولها سرعة العلم بما يكون في الأسواق من زيادة السعر ونقصانه، وهذا أمر ظاهر. ثانيها سرعة السير من سوق إلى سوق عبر المراكب الحديثة، وهذا أيضا أمر ظاهر. ثالثها مقاربة بعضها بعضا في الأسعار واقتداء بعض أهلها بالبعض في الزيادة والنقصان، وهذا أيضا أمر ظاهر. هذه الثلاثة ذكرها العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى في كتابه إتحاف الجماعة. ولعل في زماننا هذا بعد وفاة الشيخ حمود التويجري رحمه الله ظهرت أمور توضح أكثر تقارب الأسواق من التطبيقات الحديثة، فيطلب الإنسان أمر من أسواق خارجية تصله في اليوم التالي، أليس كذلك؟ وكذلك تقارب الأسواق على الحقيقة، فتجد بعض الأسواق التجارية الكبيرة متقاربة جدا، مع أن في هذا السوق من المحلات مثلا والحاجات بمثل ما في هذا السوق، فتقاربت حسيا وكانت بجوار بعضها البعض. وأيضا تظهر ولا تزال تظهر مثل هذه الأمور مما يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تقارب الأسواق الشيء الكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنبه أيها الإخوة إلا أننا سنقف إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة، سلسلة دروس أسواط الساعة، هذا اليوم، وسنستأنف هذه الدروس إن شاء الله مع بداية الفصل الدراسي الثاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.